ينفصل عن الدولة العثمانية وبدأ يصدر نقود عليها اسمه. الراجل طبعا محاولته فشلت بعد كده. اللي تحتيها ده بقى الجنيه، ده أول جنيه في مصر طبعا كان ذهب. الجنيه على طول ذهب عشان نبقى متفقين، لحد ما توقف بقى استخدام الذهب خالص في العملات. ليه؟ ليه توقف كده؟ ليه؟ هو السبب طبعا العملات الورقية. طبعا ما أنا بهزر يعني. الجنيه ده دلوقتي بقى برقم يعني. ده كان وزنه 8 جرام ونص عيار 21. وكان في فترة محمد علي باشا. هنا بقى السحتوت واللي تحتيه دي النكلة. كان كم جرام؟ كان كم جرام؟ 8 جرام ونص عيار 21. الله. ده بقى السحتوت والنكلة. السحتوت زي ما قلنا أصل الكلمة من وحدة مساحة اسمها سحت. النكلة بقى هما سموها نسبة إلى نيكل، هي كانت مصنوعة من النيكل. فالناس سمتها نكلة، وهي تساوي 2/10 القرش. يعني 2 من السحتوت. اللي فوق بقى المصقوب ده اول مليم. ده مليم. مليم. اول مليم. كان في فترة السلطان حسين كامل. وكان ده اول بقى مسمى لمليم، واصلها فرنسي على فكرة. يعني الناس برضو خدت الاسم من فرنسا. اللي تحتها دي بقى التعريفة. طبعا كان في فئه 5 مليم قبل كده، ولكن دي الفتره اللي اتسمت فيها الخمسه مليم تعريفه. هنا ابتدى بقى ان احنا يبقى في صق للاشكال اللي هي الخاصه شويه يعني بالرموز او صح كده؟ يعني الفتره هنا دي هنا رموز مصريه خالص. يعني في الفترة دي كان بيبقى صورة الملك. أيوة. واسمه اسم المملكة. تمام. هنا بقى ظهرت العملات الورقية. وكانت البداية سنة 1898. ده اللي مجنن الناس ده بقى. ظهر أول حاجة النص جنيه اللي هو عليه أبو الهول. وبعد كده الجنيه اللي عليه الجمالين، مشهور جدا جنيه الجمل اللي بيقول لك عليه دلوقتي. جنيه الجمل الحق، جنيه الجمل مش عارف بكام. هو معاه جنيه جمل مشهور جدا، بس للأسف يعني بيطارد منه مزور كتير يعني. ما طبعا في ناس بتحاول تسعى إنها يعني بيحاولوا يشغلوا دماغهم. بالظبط. في الاخر بيتمسكوا. بس في الاخر اي حد عنده اي خبره هيعرف ان هو مزور. وهو عموما دي يعني مش عمله بتظهر كده بالصدفه يعني. مفيش عملات من العملات النادره ممكن تلاقيها بالصدفه كده يعني. امال ايه؟ لا طبعا دي بيبقى اللي معاها عارف قيمتها. متواجده لها اماكن بتتباع فيها، وبره لها اسواق كتيره جدا. العملات الورقيه ليها هو بيجمعوها وبيجمعوها بترتيب معين. هل هنا في مصر في مكان نقدر نشوف فيه العملات دي او حاجه زي كده؟ مبدئيا برضو عشان ابقى واضح، القانون المصري بيجرم اقتناء او بيع العملات اللي عدى عليها 100 سنه. فاحنا لو هنتكلم في نقطه، لا بتكلم متحف او حاجه. المتاحف طبعا طبعا. كل المتاحف فيها عملات طبعا. يعني مثلا عمله النوب نفر اللي عرضناها. ايوه. في 3 نماذج في متحف التحرير، المتحف المصري في التحرير. وفي نموذج في متحف الروماني اليوناني الروماني في اسكندرية، فنقدر نشوفها. وحتى المتحف كان لسه عارض 3 قطع في معرض مهم جدا. أيوة. وكان ممتاز. وبالإضافة بقى لكل عملات على مدار التاريخ، فترة بقى البطلمي والروماني وهكذا. حلو. المتاحف كلها بتعرض. بالنسبة بقى للعملات اللي هي أقل من 100 سنة واللي هو مصرح اللي احنا نشتريها أو نقتنيها، فدي على النت في جروبات كتير الناس ممكن بتعرض عليها مقتنياتها وهكذا. ولكن بالنسبة للعملات الورقية الأمر مختلف يعني. هو عادي بقى، دي مش مجرمة ولا حاجة. طب هندسة بقول لك إيه دلوقتي، كان في وقت من الأوقات يقول لك إيه، يقول لك إحنا أو بنشوف يعني إحنا كنا بنتعامل مثلا بالدينار، بالدراهم، بالدرهم. هل الحاجات دي بتاعتنا اصلا ولا الحاجات دي يعني هي مختلطه شويه؟ هو يعني الدرهم والدينار دخلوا مع الفتح الاسلامي في مصر، وظلت العمله الدرهم والدينار والفلس. الدينار ذهب والدرهم من الفضه والفلس من البرونز. ظل حوالي 900 سنه ويمكن يقارب 1000 سنه. من الفتح الاسلامي لحد فتره العثمانيين، هي دي الثلاث فئات الرئيسيه في العملات في مصر. ولكن كان اوزانها بتختلف من فتره لفتره، لكن المسمى كان ثابت. اصل بقى المسمى لا هو مصري ولا هو عربي. يعني الدينار اصله عمله اسمها ديناريوس، وكانت عمله رومانيه. الدرهم مأخوذ برضو من كلمة درهم، ودي كانت وحدة وزن يونانية في الأصل. العرب طبعا اتأثروا بالحضارات اللي كانت قبلهم، وهم كمان أثروا في الحضارات اللي جت بعدهم، وده أمر طبيعي جدا لأن كل الحضارات خدت من بعضها وكل الحضارات اتأثرت من بعضها. يعني مفيش منظومة نقدية كده ولدت من العدم. لازم تبقى متأثرة من اللي قبلها وتأثر في اللي بعدها. لأن التاريخ دايما متصل. احنا نقول مفيش انقطاع. تاريخ دولة زي مصر كله مرتبط ببعضه. يعني العملات في الفترة البطلمية مرتبطة بالفترة الرومانية، مرتبطة بالفترة الإسلامية، كلها خط واحد وماشي بانتظام. فلذلك عملة العملة الدرهم والدينار كانت أساسية لحد نهاية دولة المماليك. طب ليه برضو عايز أعرف منك، زمان كنا بنسمع بيتقال على عملات ضربة في مصر،
او حاجات او حاجات زي كده، دي كانت راجعه لايه؟ كلمه ضرب يعني تم سكها في مصر، فضرب في مصر يعني اتسكت في مصر، والجمله دي بالمنظر ده بالظبط كانت بتستخدم في الفتره العثمانيه، ولكن حتى في الفترات الاسلاميه كان دايما المأسورات المعهوده بيكتب ايه؟ ضرب ضرب هذا الدينار في مصر سنه كذا. فالكلمه